عايزين نروح لواحد من المديرين الفنيين في الدوري الممتاز، ما شاء الله بيقدم نتائج رائعه مع خطى ثابته مع نادي سموحه، الكابتن احمد سامي. تحياتي ليك يا كابتن احمد. ازيك يا كابتن اسامه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اول حاجه انا ببارك لك على ادائك مع سموحه السنه دي، ما شاء الله قدم كره حلوه، نتائج رائعه، وما شاء الله وعامل يعني طفره مع سموحه السنه دي. الحمد لله، ده توفيق ربنا. والله يا كابتن قول لنا بقى، ما شاء الله يعني بالرغم ان النادي الاهلي خد منك السنه دي ناصر ماهر، صلاح محسن، لكن ما شاء الله قدرت توظف احمد عبد القادر بشكل جيد جدا، ومحمد عبد المنعم ما شاء الله بيستمر في الاداء الرائع، وكمان خدت محمد شكري في انتقالات يناير. بص يعني بدايه يعني عبد القادر لعيب واعد، لعيب احنا بنشتغلنا عليه ان هو بنطور اداؤه. ممكن يكون عنده حاجات طبعا كويسه جدا، حته المهاره، حته السرعه، حته اللعب على الجون كويس، لكن هو برضه في حته التحركات هو احنا شغالين معاه في حته التطور، تحركات بشكل جماعي كويس، لان ده بينقص اللعيبه اللي هو بيبقوا صغيرين، الحته الجماعيه اللي هو بيعتمد على الحاجات اللي هي الفرديه اكتر. فهو التطور في اللعب في الدوري الممتاز او الفرق الكبيره محتاج طبعا تطور في التحركات الجماعيه كويس. فهم شغالين عليها بشكل كويس جدا معاه، وهو يعني هيبقى لعيب من اللعيبه ان شاء الله الكبار في مصر يعني. احمد عبد القادر كابتن احمد، وانت بتوظفه ما شاء الله في مراكز في الملعب يعني بيجيد فيها، افضل مركز لاحمد عبد القادر من وجهه نظر الكابتن احمد سامي، يلعب على الطرف تحت المهاجم ولا في قلب الملعب زي قفشه كده؟ لا، يلعب تحت المهاجم. تحت المهاجم في القلب. في القلب. هو كان بيلعب يعني طرف في نادي الاهلي او وينج يعني في نادي الاهلي، بس هو احنا بنوظفناه ان هو تحت الفيرود يعني بيأدي بشكل كويس. كويس. طيب عايز اروح بقى لمحمد عبد المنعم برضو، ما شاء الله محمد عبد المنعم يعني بيأدي اداء رائع برضو في دفاعات سموحه، عايزك تكلمنا عن محمد عبد المنعم. لا، محمد عبد المنعم انا من وجهه نظري الشخصيه يعني محمد عبد المنعم ده يعني في حته ثانيه خالص يعني. محمد عبد المنعم ده هيبقى من احسن سيرت باكات في مصر او سنتر باك في مصر. مش مبالغه ولا كلام اعلام، لا، محمد عبد المنعم ده انا عايز اقول لك وبكره افكرك هيبقى من اللعيبه الكبار في مصر. تمام. يعني محمد شكري بقى، محمد شكري يعني في يناير تم انتدابه لسموحه، ممكن نشوفه الفتره اللي جايه. ان شاء الله. محمد شكري باك ليفت كويس جدا وبيجتهد في التمرين جدا، ويمكن جالي متاخر في شهر واحد، كان في تلاحم للماتشات ما خدش فرصته الفتره اللي فاتت دي، بس ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى ليه دور باذن الله. تمام. طموح بقى كابتن احمد سامي مع سموحه السنه دي. بص يعني حته الطموح، انت طبعا الدوري صعب جدا، والطموح دايما بيبقى ما بيتقالش كلمه طموح وخلاص. لا، انت على حسب برضو، انت في تارجت وفي مراحل. مراحل دي مثلا في اول مرحله، اولى مرحله، ثانيه مرحله، ثالثه، ومن خلال المراحل دي انت لو اكتسبت المرحله الاولى يبقى عندك رغبه كبيره جدا ان انت توصل للمرحله الثانيه، عشان تبقى في الموضوع بالتدريج عند اللعيبه. لكن انت اللعيبه هتديها تشك مره واحده، لا، ما هتبقى فيها مشكله وهتمثل ضغط عليهم. لكن احنا في مرحله اولى باذن الله بنحاول الدور الاولاني نعديه بشكل من النقط بشكل معين، تدينا دفعه الدور الثاني يبقى في مرحله مختلفه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، نصيحه منك بقى لاحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري. لا يا ما طبعا هم بينتموا اصلا، بينتموا النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكبر فرقه في افريقيا، ولازم يشتغلوا بشكل على طول، ابديت على طول، ويشتغلوا نفسهم بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي المكان فيه بيبقى صعب. عشان توصل تلعب في النادي الاهلي الموضوع مش سهل خالص، اللعيبه الكبار بتبقى بصعب بالنسبه لهم، اللعيبه الصغيره لازم زي ما بقول كده يعني يموت نفسه مظبوط عشان يحجز مكانه. اكيد، ودي نصائح مهمه من مدير فني كبير الكابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه، الف شكر. يعني زي ما شفنا مع حضراتكم، احنا بنتابع الاعارات كلها، بنعمل سبوت كمان على كل الاعارات بتاعه النادي الاهلي، اعارات مهمه زي ما بقول لحضراتكم. هدف النادي الاهلي ليس هدف مادي في الاعارات، على قد ان هو هدف استفاده فنيه. شفنا لعيبه ما شاء الله بتنور، شفنا محمد عبد المنعم وكلام الكابتن احمد سامي عليه، شفنا احمد عبد القادر بيقدم ما شاء الله عروض قويه في الدوري الممتاز، بالرغم ان دي اول مشاركه، اول مشاركه لاحمد عبد القادر.